بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم غالياتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون عجين الصلصال بصنع منزلي بطريقة ولا أسهل ولا أروع. مكونات بسيطة بسيطة جدا متواجدة في كل بيت. رايحين نحضروا عجين الصلصال نفرحوا به وليداتنا كما راكم تشوفوا، يعني خرج معايا من أروع ما يكون. لونتهم طريقة يعني رائعة جدا، حاجة صحية لوليداتكم يلعبوا بها ويشكلوا بها. كراكم رايحين تنميوا الفكر تاع وليداتكم وتخليهم كذلك ينشغلوا باللعب بالتشكيل هذا العجين الصلصال. كما راكم تشوفوا حبيبتي راح نعطيكم كذلك طريقه الحفظ، تبعوا معايا الوصفه وبالكم اتراطوا. في كسرونه ولا مرميطه كما راكم تشوفوا درت كاس تاع الماء عادي من الحنفيه عادي، سعه الكاس 220 ملي. عندي هنايا كاس من الفارينه ولا الدقيق الابيض كذلك بنفس الكاس. عندي هنايا نص كاس تاع الملح، الملح عادي يعني اللي نطبخوا به. هنا حبيبتي الدور تاع الملح راح يعقم لكم العجين الصلصال، يعني قد ما يلعبوا به وليداتكم ما رايحش يعني كامل يتعفن. عندي هنايا ملعقه كبيره تاع زيت نباتي مع ملعقه كبيره تاع الخل الابيض. هنا هذا العجين الصلصال تصدقوني حبيبتي خرج من اروع ما يكون، يجي طري ما يتشققش كذلك ما يتفتتش. يعني برك تبعوا معايا يعني الطريقه تاع التحضير تاع هذه الوصفه وكامل باذن الله راكم رايحين تنجحوا فيها. جبت هنايا الفوين، خلط كلش بارد في بارد كما راكم تشوفوا، وندي هنايا المرميطه تاعي على نار قليله بزاف، يعني بتي فو يعني جد ما تلقاوها يعني شاعله، مع التحريك المستمر بلا سباتول كيما راكم تشوفوا. ولا ملعقه خشبيه تبقاو تحركوا هنايا باستمرار والنار تكون قليله بزاف هكا باش ما يعني ما يتحركش معاكم هذه العجينه. وانا هنايا يعني بالاستعانه بلا سباتول نبقاو نحركوا 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 حتى تشوفوا يعني باللي ثقالت معاكم وتشكلت معاكم كيما العجينه. تبدا مباشره تتنحى من الحواف تاع الكسرونه يعني وتتلم وحدها وحدها كيما راكم تشوفوا هنا حبيباتي، يعني تشكلت معايا بكل سهوله. بالنسبه لوقت طيابها يعني ما تفوتش زوج دقائق، ثم راهي رايحه تطيب معاك. تلقاو يعني باللي نشفت تماما من هذيك الكميه تاع الماء، يعني اتاكدوا انه راهي ناشفه تماما من كميه السوائل اللي كاينه فيها. هبطتها هنايا في سطح العمل ودلكتها ولا عجنتها حوالي واحد دقيقه دقيقه ونص كما راكم تشوفوا، تجي طريه هنا راها شويه يعني سخونه. نبداو هنايا يعني تخليوها قسمه تدفى فقط وتبداو تعجنوا فيها، تتحصلوا على واحد الملمس صدقوني تخرج من اروع ما يكون وما تلصقش نهائيا، يعني ما تلصقش في الايد وكذلك ما تتشققش كذلك ما تتفتتش، يعني الملمس تاعها رائع جدا. هنا دلكتها يعني واحد زوج دقائق دقيقه حتى لزوج دقائق فقط. هنا جيت قسمتها على خمس قطع لاني حبيت يعني ندير لهم بخمسه الوان. هنا حبيبتي بالنسبه للتلوين تاع العجين الصلصال هذا جبت هنايا لي باتاغام اللي هما المنكهات والملونات الغذائيه، حبيت لون بهم العجين تاعي كما راكم تشوفوا. كما تقدروا تستخدموا الملونات هذيك اللي تجي اون بودر كذلك عادي، كما كذلك اذا كانت عندكم يعني دي بواط تاع ماكياج تكون هكا قديمه ولا تقدري كذلك حبيبتي تلونيهم بها. هنا كما راكم تشوفوا كنت يعني درت عده الوان، استخدمت لاباتاغوم تاع الليمون كذلك تاع الفريز تاع البيستاش تاع عطر الشوينغوم وكذلك خدمت بتاع التوت هكا باش نتحصل على خمسه الوان رائعه جدا. درت حوالي نصف ملعقه صغيره في كل مرسو كما راكم تشوفوا، ونبدا نعجن فيها بهذه الطريقه حتى يعني العجينه تاعي كامل تتلون معايا. من بعد راهي ما تتوليش يعني خلاص تطلي، يعني دوك تشوفوا من بعد كيفاش كنت نشكل فيهم ما توليش نهائيا تطليكم، كذلك ما تلصقش في الايد، يعني وليداتكم رايحين يشكلوا بها بكل سهوله وطريه، يعني الملمس تاعها بزاف طري يعني وتتشكل كما تحبوا. كذلك هنا حبيباتي يعني كما راكم تشوفوا لونتها بعده الوان، عجن فيها بهذه الطريقه باش يعني تندمج كميه الالوان اللي كاينه مع هذيك العجينه. وهنا حبيباتي نكونوا وجدنا العجين الصلصال تاعنا وراه واجد امعنه تمدوه لوليداتكم. دوك نعطيكم كذلك يعني طريقه الحفظ باش ما تيبسش معاكم كذلك ما تنشفش، يعني تدوم معاكم اطول مده ممكنه. شوفوا هنا حبيباتي الالوان اللي تحصلت عليها خرجت من اروع ما يكون. نتوما ولا حساب لي باتاغوم اللي متواجده معاكم ولا الملونات اون بودر، ولا كما قلت لكم تقدروا مام يعني ديروا اي ملونات متواجده عندكم في البيت.
فضلا وليس امرا من يعني غاليتي، نتمنى برك تدعموا لي لا فيديو بجام، ربي يحفظكم كيما انا راني نفرح فيكم ونفرح لكم في وليداتكم. ما تبخلوش عليا بهذيك اللايك، فرحوني الله يفرحكم الدنيا واخره يا رب العالمين. بارطاجيو يعني الوصفه هذه ولا لا فيديو هذا باش تعم الفائده يعني ولكم الاجر جميعا. واللي ماهيش مشتركه في القناه نقول لك حبيبتي ما تراطيش، يعني كل مره راني نجيب لكم غير جديد والحصري على قناتي وغير بالوصفات المميزه والناجحه، فضلا وليس امرا انكم تشتركوا في القناه باش تكبر اللمه تاعنا، تكبر العائله تاعنا، وباذن الله كامل راكم رايحين تستفادوا. كما راكم تشوفوا، شوفوا هنا راني نشكل فيهم، حبيت يعني نشكل لهم هذا العجين كما العجين اللي يتباع في المحلات. كما راكم تشوفوا راهم يعني الملون بعد ما تكونوا لونتوهم وكامل ما يوليوش نهائيا يطليو. كما راكم تشوفوا هاي يدي راهي نظيفه بهذه الطريقه حبيباتي. وبالنسبه لطريقه الحفظ، نجيبوا بابي فيلم كما راكم تشوفوا وتغلفوا العجين تاعكم وتحتفظوا به يعني هكا في البلاكار فقط، ما تحطوش يعني في الثلاجه، خليوه هكا في بلاصه تكون يعني في البلاكار، يعني ما رايحه تصرى لها حتى حاجه، وتمدوا لوليداتكم بالمرسو هكا يلعبوا بهم وكذلك يشكلوا بهم، رايحين يتلهاو بالاخص الاطفال يموتوا على تشكيل بهذا العجين. ديروه لهم يعني هكا في الدار، رايحين يجوزوا هكا بهم الوقت، كذلك تنميوا لهم الفكره تاعهم بالتشكيل تاع هذا العجين. ونظن انه هذا العجين يعني ماشي غير الصغار فقط اللي يحبوه، نحبوه كبار وصغار. انا عن نفسي نحب نلعب بالعجين هذا مع وليداتي وكذلك نشكل معاهم. شوفوا هنا حبيباتي كيفاش غلفتوا بالبابي فيم، صدقوني وكانه يعني مشري من المحلات. هكا حضروه لهم فقط في البيت هكا يتلهوا بهم ويلعبوا بهم. وكي تمدوا لوليداتكم هذا العجين يلعبوا به، يعني بعد ما يكملوا اللعب ولعبوا كامل، تروحوا مباشره ديروهم بابي فيلم وتحتفظوا بهم وكل مره تمدوا لهم. ما تنساوليش غالياتي هذيك الجام والاشتراك في القناه. هلا ولي في رواحكم ونقول لكم سلام.